الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كويس. أنا جيت وما أعرف الحاصل شنو، لكن لقيت واحد صوفي بيكذب علي وقال أنا شردت من الصوفي اللي اسمه أحمد داود في مدينة جلقني، والعكس هو الصحيح يا جماعة. الحكاية باختصار حكاها شياب، لكن زيادة في الحكاية. الصوفي ده دا قال داير مناظرة، نحن طلبنا مناظرة قال موافق، شدينا الرحال مسافرين قال عنده حصبة، قال ده اللي حصل كده بالضبط، وربنا بيسألنا من الكلام. الصوفي شيخ الجماعة ده ما أولاد ساق التراويش لسه ما وصلوا درجة الحوار، بعد ذاك في درجة المقدم، بعد ذاك في درجة البليد، بعد ذاك تبقى مشرك، عرفتها؟ لسه ما حصل هذه الدرجات. فده أنساه عليك الله، خلينا من الأولاد دي. فقام شدينا العزم وخلاص مسافرين، ضرب تلفون على أخواننا دقوا قالوا الصوفي قال عنده حصبة. قلنا طيب الحوار نازل، قال الحوار برضو عنده حصبة. اشترينا 2 دريب، تلقاها في اليوتيوب موجودة مصورة، 2 دريب شلناها مشينا معانا، قلنا نطعنا له في أي اتجاه عشان يبقى كويس، يبقى كويس ونازل. عرفت كلامي؟ ما تكذب ساكت، أنت بتخاف الله يا أخي؟ صوفي يكذب ده ولا ذاك ما بعرفه، كذب أنت بتخاف الله؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. قال دقيقة أصبره أسبوع، صبرنا، بعد ذاك سافرنا مشينا، قال موافق، قالوا يصدقوها من الأمن والشرطة، هو ما جاء الأمن والشرطة ابتدان، نحن مشينا الأمن والشرطة صدقنا، ناس يتكلوا وأخواننا يحنسوهم تعالوا جيبوا الطلب لناس الأمن رافضين عديل. في النهاية بعد عصر جو لقوا مكتب الأمن ذاته قفل، ثاني يوم جابوا التصديق بتاع الطلب بتاع المناظرة ديل الصوفية، ونحن طلبنا منهم امبارح جبناه، الأمن قام صدق، الشرطة صدقت. بعد ده بقى شنو يا جماعة؟ بقى نادى نداء منادي الجهاد، وحددنا اليوم والساعة وأجرنا 2 بوكس ب6 مليون، طفشنا مشينا هناك المناظرة يوم الجمعة الصباح، بيتنا في السوق من الخميس بالليل، ورصينا كراسينا. أهالي جلقني كلهم يشهدوا على الكلام، دول كذاب منافق الصوفي ده، يقول أنا شردتها أنا وده قاعد، والله مو الشيخ، الشيخ وأي شيخ شفت خلقه الله صوفي يجينا ينجغم إن شاء الله تعالى، ينجغم جغم جد. أنت ما شفت حميد ينجغم كيف؟ لما نهرب قبضنا عديل، جبنا ورا من الأوس النارة، أخونا نورير من الأوس النارة فيها صارقيل صغير، أكل الطعم جاء داخل المنبر، أول ما عمل حميد قام معط المايك، جيت لقيت أخونا حسين ماسك السلك، قلت له المايك وين بتاعنا؟ قال لي عين فيت حميد، أول حاجة معط المايك. دي شكل زول داري ناظر ولا عنده علم ولا عنده حجة؟ أخواتنا غضبوا، قلت لهم صبروا خليه يخش، ندردقوا طبعا، قلت له خده يتكلم. شيخ عماد تفضل نجيب لك كرسي، داري شاي نجيبه لك، تفضل يتكلم. تقاس يتكلم وانجغم بعدها، فقت مناظرة. أحضرها أنت يا صوفي، شوف الغلبة كانت للحق ولا للباطل، أحضرها براك واحكم. مبتع الصعود قال سيف وقارن، أنت أحضرها واحكم بعدك. عرفت كلامي؟ طيب خلينا في جلقني. وصلنا هناك يوم الخميس، بيتنا يوم الخميس من بالليل، وقبل ده يوم الخميس ذاته الساعة 4 عصرا بتاع الأمن دق لي أخونا بعد ما صدقوا المناظرة، الأمن والشرطة دق لي قال لي تعال مناظرة ما بتقوم. ليه؟ قال لي الرجاء مراجعة الشؤون الدينية. واحد صوفي تابع لزول ده ذاته، ليه لأحمد داود ده ذاته صوفي، قال والله شيخنا ده عصر ودق لنا الشؤون الدينية لأنه يقال الأمن صدق والشرطة صدقت والمناظرة بكرة. قال أحمد داود الصوفي دق لنا الشؤون الدينية، قال لهم أنا ما جايز، ولو قلت كده الوهابية ديل بيحكروا بي، يتصرف عنده صحبان هناك 1 2. المهم ديل عطلوه بغادي تعال الأمن، قال يا أخي المحامي أرجعوا الشؤون الدينية، راجعين الشؤون الدينية أخواننا قالوا قفلت. أخونا كان راجع اسمه يوسف قال قفلت. قلنا بعد ده جبنا كراسينا وبيتنا في السوق لحد الصباح، وبعد ده هو ما جا السوق، ما جاء محل المناظرة أحمد داود. بعد الكلام ده رسلنا شوفوا فلقونا بحجار، يا أخي أنا لو بزوغ من مناظرة بسافر من الخرطوم 2 بوكس وشايلين كتب، عرفت قريب نص طن، نصل هناك تقول لي أنا أزوغ من الخرطوم عشان كده أهالي جلقني براو في موها، نادوا أحمد داود قال له صباح، قال له أحمد داود ما يمكن، لا يمكن، ناجوا من الخرطوم وشايلين كتب ورصوا كراسيهم من بالليل قبل المناظرة بيوم وبيتوا في السوق ديل يهرب من مناظرة، أنت قال لي رسلت تشوف فلقوهم بالحجار. أمشي طلع من
من جلجني رجع السوكي بلده، أخواننا مشوا وراه لحد السوكي. أول ما نزل مسك المايك شتمنا شتيمة شديدة وقال أنا ما بخليهم بسافر لهم للخرطوم. معناته شنو؟ هنجغم الفات خليه، الفات خليه. هسه عادي هسه عادي عشان ما تكذب يا صوفي، تقعد أنا ما قاعد؟ ما قاعد سامع كلامك كله، هذا مكتوب عرفت ومسجل مصور. هسه عادي أي صوفي خلقه الله، محمد المنتصر الإزيري الإبيض، عرفت كلامي؟ السجم كله حامد بابكر، حامد بابكر في طيب الحسنات جنوب الخرطوم، قال داير مناظرة، ركبنا العربية مشينا لحقنا في محاضرته، وقفت قدامه قال ما بيفتح فرصة. محمد المنتصر ناظرته قبل 12 سنة، كنت صغير وشايف عقلك القصة، شايل نجا دعني لما انجغمته بالآية يخافون ربهم من فوقهم، لليلة دي ما دخل جامعة الخرطوم، فهمت كلامي أنت؟ 12 سنة. وهسه بعد في داخلية الوسط جامعة الخرطوم، هسه دي ما في شفات. محمد المنتصر، حامد بابكر، أي عاطل صوفي، احنا جاهزين لمناظرته يا اخي، وده اليوم اللي بنتمناه. عرفت كلامي؟ عشان كده عمر بن الخطاب لما قال الصديق ابن عسل بيقول قال اللهم اجمعني به. وده مستثنى من لا تمنوا لقاء العدو، احيانا اذا كان لقاء العدو في مصلحه للاسلام يجوز تتمناه وتدعو الله يلاقيك. نحن نسال الله عز وجل انه يلمنا في صوفي نجغمه. والان شباب ما رد عليك ورد على ذاك، وداكم فرصتين ثلاثه ورد عليكم، يكون خايفين من المناظره نحن كيف؟ عرفت كلامي؟ اديناك فرصتين ثلاثه فرص، لسه عندك باقي نقاط انا دار اعلق عليها. النقطه الذكره عن احياء الموتى لابن تيميه، اول حاجه ده ابن تيميه ذكره فيها تكتاب النبوات ذكر كلام ده صحيح، ذكره في كتاب النبوات في اخر الكتاب، نفس الكلام اللي قاله الصوفي ده، نفس الكلام اللي قاله الصوفي ده. ابن تيميه قال احياء الموتى، قال في معجزات لا تكون الا للانبياء، اما مساله احياء الموتى فتكون للنبي وتكون لغير النبي. ده مش خلاصه الكلام؟ نعم. طيب ابن تيميه نفسه في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، وفي المجلد 11 تقريبا من مجموع الفتاوى، فسر الكلام ده قاصد به شنو؟ ذكر قصة صلة ابن أشيم وقصة المرأة التي مات ولدها وأحياه الله لها، أنا حجيب لك القصة بعد شوية خلاص. وذكر قصة الرجل المات حماره وربنا أحيا له، ده زي ده القاصد ابن تيمية. هناك حصل شنو في صلة ابن أشيم وإحياء الحمار وإحياء ولد المرأة؟ الثلاثة ولا الأربعة ذكروا ابن تيمية في الكتابين ديل الفرقان والمجموع الفتاوى ديل كلهم قالوا فسأل الله، ده ابن تيمية قال كده، قال المرأة لما مات ولدها رفعت يدينا بالمعنى قالت اللهم إن كنت تعلم أني خرجت في سبيلك فأحيي لي ولدي، فأحيي لها الولد. المرأة دعت منو يا جماعة؟ الأحيى الولد منو؟ الله، لأنه المرأة دعت منو؟ دعت الله. الكلام ده انت احفظه خد تحته خطين. صلة ابن أشيم لما مات الفرس قال صلى ركعتين، جمعوا متاعه دار يرفعوا في باقي الحصين حقتهم، قال لهم دقيقة اتوضى وصلى ركعتين. ليه منو صلى؟ لله. وقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ربنا احيا له فرس. وصل به لحد البيت قال له ولده دي امانه من ربنا امسكه. وصل البيت دخل الفرس مات ثاني. وكذلك الثالث دعا الله سبحانه وتعالى، وكل القصص دعوا الله، والله الأحيا الموتى ما دين. والصوفية ما مختلفين معانا في إنه الله بيحيي الموتى، ونحن مختلفين مع الصوفية في إنه قالوا شيوخهم بيحيي الموتى ما الله، كما جاء في كتاب النصر العلمية لأهل الطرق الصوفية في نهاية الكتاب عبد المحمود نور الدائم السماني، ما بيقولوا الله صوفية كذابين، ده لو قال لك الله هنا كذاب. في كتب ما الله، كتاب النصر العلمية لأهل الطرق الصوفية لعبد المحمود نور الدائم في نهايته قال الشيخ لقى له واحد قال كثير العبادة حوار، قال له ما لي أراك كثير العبادة وناقص الدرجة، لعل أبوك غير راض عنك. قال نعم سيدي. قال أتعرف قبره؟ والشيخ ده ريح الميت ما بيعرف مكان القبر، ما يعلم الغيب. المهم قال أتعرف قبره؟ قال نعم. قال خذني إليه. قالوا ساقوا معهم جماعة،
مشى قال وقفوا عند القبر، قال قم فقام، دعا الله يا جماعة، والله زي ده مكتوب كتاب شنو يا جماعة؟ النصر العلمية. فده ما عندك فيه حجة، تار تغش منه يعني، تار تغش منه بالكلام بتاع ابن تيمية. ابن تيمية القصص اللي حكاها كلها، وقال ديك بيشتركوا في إحياء الموتى مع الأنبياء بدعائهم لله. وعيسى ابن مريم لما ربنا قال عنه أحيي الموتى بإذن الله، الإمام البغوي في تفسيره المسمى معالم التنزيل قال أحيا عيسى ابن مريم أربع أنفس، أربع أنفس، راجع البغوي تفسير البغوي معالم التنزيل، الأربع أنفس ذال عيسى رفع يدينه إلى الله، دعا الله، الله أحياه. لكن جوا الصوفية كيف؟ كذب، ده الكفر ذاته. قال فقال له قم، قال فقام الرجل ينفض التراب عن رأسه. قام من القبر ينفض التراب من رأسه. قال له الفقر جو، معنى الكلام، وأنا سأكتب الملخص في كتاب النصر العلمية، راجع نهاية الكتاب بتاع عبد المحمود نور الدايم مشيخ الطريقة السمانية بطابة. قام ينفض التراب من رأسه. شوف الكلام ده كلام كذب وكلام كفر. كيف ما دعا الله؟ قال له قوم فقام، أبدا ما في دعا الله. فهمت الكلام ده؟ جايك. قال له قوم فقام، دي برضه من جقلها. قال له قوم فقام ينفض التراب على رأسه. قال له الفقر جوك عشان تشفع عشان تعفو لولدك. قال عفوت عنه. قال ارجع إلى مكانك، زود دخل تاني. والله لازم جد. وين دعا الله يا جماعة؟ وين دعا الله يا ناس؟ ده زي كذب عن ابن تيمية. ابن تيمية قال أبيح الموتى، كذاب. عيسى بن مريم رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل. عرفت كلامي؟ بعد ده لما نحيا الموتى دعا الله، الله أحيا لي الموتى. عشان كده في الآية قال وأحيي الموتى، سكت. قال شنو يا جماعة؟ بإذن الله، يعني ده شغل ربنا. فهمت؟ ديل هم اللي قالوا بسووا كده. عشان كده كلام الصوفية كفر، لأنه ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الصوفية قالوا هم بيحيوا الموتى. ما عندك حجة في كلام ابن تيمية، كذاب ومحتال. أمشي قدام. بعد ده قال موضوع الأبدال شاب، رد لك رد، لكن أنا أضيف إضافة عسى تكون فيها فائدة للجميع. ابن تيمية اللي أنت بتستدل بيه، اللي أنت بتستدل بيه ودار تغشنا وتغش المسلمين ديل بيه عشان يبقوا صوفية ويعبدوا غير الله ويقعوا في الشرك بالله والعياذ بالله. ابن تيمية في الفتاوى سألوا عن الأبدال، أحاديث الأبدال والأقطاب وهذه الأحاديث. قال هذه الأحاديث لا أصل لها ولا وجود لها في شيء من كتب السنة أبدا. عرفت كلامي؟ قام بعد ذلك قال لكن معنى كلمة أبدال ذاتها قال وردت في مصطلح بعض العلماء، ويعني بها العلماء إنه أبدال وكذا وكذا. قال أي يعنوا بها؟ يقول لك فلان ده من الأبدال رحمه الله كان عالما راسخا، قال الكلمة دي. شوف فهم العلماء لها كيف وفهم الصوفية حجيك له كيف. شفت كيف؟ قال الكلمة دي أبدال، يعني يموت عالم ربنا يبدل بدله. شنو يا جماعة؟ بدله عالم. وكذلك باقي المصطلحات اللي هم بيتمسكوا بها مختصة بأنه زول عالم ربنا نفع بعلمه. أما عند الصوفية معناته شنو؟ الأبدال والأقطاب والأوتاد، زي ما في الديوان ده، معلش يا المصحف ده، قال أوتاد الأرض الأربعة في القبل الأربعة. الصوفية قالوا يا جماعة ده أدب، ده الأدب، دي الأخلاق، دي الأخلاق يا جماعة، عليك الله يحكم بيناتنا. وهسه صوروا أنت في اليابان بيشوفوك إنك قليل أدب صوفي. عرفت كلامي؟ حميدة واحد ضرب ليه من أمريكا، قال لي حميدة انجغم، قلت له حميدة بقى دولي، بقى ينجغم في أمريكا، أنت ذاتك حتنجغم في اليابان، هو حتى فرفر. طيب ف يا اخي نسانا الكلام ده وطيروا لنا الزول ده. ايوه فالبرئي قال اوتاد الارض الاربعه وكذلك التجانيه في جوهر المعاني ذكروا الابدال والاخطاب وغيره. اوتاد اربعه يعني شنو؟ كذا نمسك اوتاد بعد ذلك نجي لاخطاب وغيره. قالوا الكره الارضيه دي مش اربع اتجاهات، شرق غرب شمال جنوب. قالوا في كل صوفي مزروع في نهايه الغرب هناك صوفي مدقوق زط مثبت الغرب تحت الكره الارضيه كلها. في صوفي مزروع في الشرق مثبت الشرق، في صوفي بليد مزروع في الجنوب، واحد مزروع في الشمال مثبتين الواطأ. الله كذب الكلام ده. ربنا قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. الله قال هو الماسكهم. ديل البرع والصوفيه قالوا لا، ما الله هم الماسكين. وجاي يلعب بالمصطلحات. اقطاب يعني شنو؟
نترك الجواب للصوفيه للشيخ احمد التجاني في كتابه جواهر، في كتاب المنقول عن مناقبه جواهر المعاني وبلوغ الاماني من جزئين، وفي هامشه رماح حزب الرحيم كله هوس وكفر ساكت واسماء ما تخلعك، بلوغ اماني سجم رماد كفر كله. قال درجه القطبانيه اللي هو تجمع الاخطاب عند الصوفيه، درجه القطبانيه قال القطب جالس بين الله وبين مخلوقاته، فلا ينزل الى المخلوقات خير من الله الا بموافقه القطب. سكرتير قاعد بين الله وبين الناس في مطر، ده الصوفيه ده ما كلامي انا، في مطر نازل القطب يقول والله يا ربنا انا بقترح، بفتكر انه الجزيره اسلانجي دي ما تنزل فيها مطره كثيره، تنزل بسيطه، الباقي ودي لنا اجي خيس ام درمان. فهمت كلامي انت؟ زي ده كده. عشان كده الصوفيه جهاله وبطاله وضلاله. دي المصطلحات. ابن تيميه يقصد بها حاجه ثانيه خالص، وده يكذب يقصد بها شنو؟ الكفر والشرك بالله عز وجل. ابن تيميه في نفس الصفحه وقبل سطر او سطرين في نفس السطور الثلاثه اللي اتكلم فيها عن مساله احياء الموتى دي، قال ده ما تم الكلام، كذاب محتال. ابن تيميه قال الا قولكم فيكون، لا تكون لنبي ولا لولي. دي ما تميت ليه؟ تعرف ما تمها ليه؟ امسك ليه ده كده؟ لانه الصوفيه بيقولوا شيوخهم بيقولوا كن فيكون. ابن تيميه قال النبي ذاته ما يقول كن فيكون، قال دي بالذات لا نبي لا ولي ذاته. الصفحه رقم 7 من الفيوضات الربانيه في المآسر والاوراد القادريه. ها؟ شيخهم قال بل الفقير، قال ثم قال لي يا غوث الاعظم ليس الفقير عندي من ليس له شيء، بل الفقير الذي امر في كل شيء، اذا قال لشيء كن فيكون. صفحه رقم كم؟ 7. الله قال شنو في القران؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ده ربنا سبحانه وتعالى. الصوفيه قالوا لا ديلهم. وفي البقره ربنا قال كن فيكون، رب في 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 ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. ده الكفر بتاع صوفيه. كتاب ده بيعوه في الدار السوداني الكتب، لانه في صوفي اصفراني واقف بجاجي بيل ما اعرفه قاعد ولا طفش، قال ده مدسوس. ده في الدار السوداني الكتب الكتاب ده في الطابق الاول الناحيه الغربيه الرف الوسطاني، والله الذي لا اله غيره. ها اعمل لك شنو؟ امشي اصور لك جنبه واقف كده يعني ولا كيف يعني؟ ده ما موجود في الدار السوداني الكتب. انت لما تتعصر ما تقول ده ما حقنا، انت قول انا ما اعرفه، لانه عدم علمك بالشيء ليس علما بالعدم. فاهم حاجه؟ قاعده، عدم علمك بالشيء ليس علما بشنو يا جماعه؟ بالعدم. اوعك تكذب. بعدين شيخ الطريقه ذاته بجاكم الفكره وقدر الترنس بتاع الكهرباء ما قال البتاع ده ما حقنا، وبيقرا منه وبيستدل منه. انت تجي لما تتعصر تقول ما حقنا تنكر حطب، عيب عليك والله. أعظم الكتب القادرية، من أعظم الكتب الألفها البراي، ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. البراي ذاته مدح الديوان ده، قال نور إلهي دجنتي، أهو ده نور الدجنة ده الكتاب ده، نور إلهي دجنتي نسلك جميعا طريق السنة. طيب موضوع المكاشفات، الكلمة دي ذكرها ابن تيمية كثير في المجلد 11 ولعله في المجلد 10 من مجموع الفتاوى، لكن ابن تيمية قاصد حاجة وده القاصدين حاجة ثانية. ابن تيمية يتكلم عن المكاشفات قال نوعين، قال نوعين. النوع الأول قال مكاشفات، ده معنى كلامه، يعطيها الله للعبد بسبب العلم، يعني يميز بين الحلال والحرام ويعرف المندوب من المكروه من المباح. ده معنى المكاشفات، يعني شيء كان ما يعرفه غايب عنه، ربنا سبحانه وتعالى يعلمه بالقرآن والسنة فيعرف حقيقته وحكمه، حلال حرام غيره غيره. وده حلال ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز. ده قصد ابن تيمية. النوع الثاني زي فعل الصوفية، وقال ده فعل الحلاج وابن عربي والمحتالين من الصوفية دي،
ده كلامه. قال يقول لك انا قلبت كده وانا طرت في الهوى وانا فعلته. قال وهذا فعل السحره والدجاجله من اتباع صاحب فصوص الحكم. فصوص الحكم ده منه يا جماعه؟ ده محي الدين ابن عربي الصوفي. والصوفيه ديل زي ما قال شهاب ديل ما تابعين للجنيد. الجنيد ده ابن تيميه قال من اعظم الناس تمسكا بالامر والنهي، قال في المجلد 11 من مجموع الفتاوى، قال من اعظم الناس عبد القادر الجيلاني. والجنيد ابن تيميه قال ديل من اشد الناس، مش اشد الناس تمسكا بامر الله ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. ديل ناس سنيين في المنهج يعني، وان اخذ عليهم بعض الاشياء لكن سنيين في المنهج والعقيده وكذا في معظم الاشياء. ابن تيميه قال ديل من اعظم الناس. اما قال المحتالين الثانيين اتباع الحلاج، قال ومحي الدين ابن عربي قال صاحب كتاب الفصوص. طيب نشوف ديل اتباع الجنيد ولا اتباع الحلاج. ده كتاب ديوان رياض الجنه ونور الدجنه. اها البرعي ده برضه مدسوس. البرعي مدسوس. انت بتكذب على منو؟ طيب ده كتاب ديوان رياض الجنه ونور الدجنه. كله رغم ايداع البرعي مطبوع قاعد هنا كله. البرعي هنا مدح الحلاج مرتين حسب ما اعلم انا، وقريت الكتاب ده الغلاف للغلاف من قبل 15 سنه، كله ملخص موجود، اي كفر ملخص. واحد البرعي قال وخمرة الذكر بين القوم طافية أو صافية رقت على نول من الطاس، لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين، ده منو يا جماعة؟ الحسين بن منصور الحلاج. قال الحسين، سنوريك ديل ما أتبع الجنيد، ديل أتبع الحلاج وابن عربي خلاص. والحلاج ابن عربي كفار، العلماء كفروه، والحلاج قتلوه كافر ملحد. عرفت كلامي؟ والبرع هنا قال كفر الحلاج ومدح الكفر ذاته، قال يا له من عارف كاسي، يعني عالم كبير. البرع قال قال الحسين اللي هو الحلاج على معبودكم قدمي وضعته. معبودكم من انتوا يا طلبه؟ بس جاوبوا براكم مش الله. الحسين بن منصور ما قال الدينار، قال على معبودنا. اجاوب ليك دي شبهة يا اخي، اصبر الله يهديك. الشبهة دي انا اوريك جابها منو والرد عليها كيف. جاب الركيني في خطبة الجمعة في الكلاك لابو ادم، الرد عليها. الركيني صلاح فنانجة بيخطب بنظارة سوداء ويطير، واحدين يقلبوا هوبة في الخطبة، والله تمشي هناك يقطعوا لك اضانك. طيب الركيني قال ده مقصود به والدينار والدنيا. طيب نشوف كلام البرعي. البرعي قال قال الحسين على معبودكم، مش لغة عربية ولا حاجة ثانية يا جماعة، مش لغة عربية، على حرف جر. معبودي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. معبودكم الكاف حرف خطاب، الميم تفيد الجمع، يعني ما في استثناء. أفاد شنو يا جماعة؟ الجمع. كلكم يا مسلمين كلكم أنتم الطلبة ديل، معبودكم منو يا جماعة؟ معبودكم الله. البرعي قال قال الحسين على معبودكم، الميم دي يعني كلكم. هل نحن كلنا بنعبد الدينار؟ إذا 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 إذا, إذا قاصدين الصوفية إنه كل المسلمين، لأنه الميم تفيد شنو يا جماعة؟ الجمع، تفيد الجمع. إذا قاصدين الصوفية إنه كل المسلمين بيعبدوا الدينار، معناته الصوفية ترعوا تكفير وهجرة، كفروا كل المسلمين. برضه ما بيطلعوا مننا، طلعوا داعش. عرفت كلامي؟ إذا قاصدين جزء معين ما في استثناء، والعام معروف في اللغة وفي النص يحمل على عمومه. أنا لما أقول والله طلاب جامعة السودان أذكياء معناته كلهم، لكن لو قلت إلا 50 نفر معناته شنو؟ استثنيت. ما ده لغة عربية، أنتم بتغلطوا الدين والقرآن والسنة وتغلطوا اللغة كمان؟ أنت صوفي بليد ما قريت، صوم خشمك. أنا بتكلم معاك بلغة عربية. الميم دي تفيد شنو يا جماعة؟ الجمع. طيب يا جمع يا مسلمين كلكم، الحسين قال على معبودكم قدمي وضعته، انتم معبودكم منو؟ الله. الحسين الحلاج قال انا كراعيني فوق معبودكم، فوق الله. البرعي بدل ما يقول ده كافر ملحد قال وقال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. البرعي قال يا له من عارف كاسي،
معلم كبير قال يا له من عارف كاسي. اذا ده الاتباع منه يا جماعه الحلاج، ده الاتباع الحلاج. البرعي مدح الحلاج في الديوان ده في بيت ثاني، حافظين انه في راسنا بفضل الله، مدحوا في بيت ثاني قال سفكوا دماء الابرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج، يعني قتلوا ظلم بتحسر وبتوجع وبتأوه على الحلاج. اذا ده الاتباع منه يا جماعه الحلاج، وده اللي بيهمني انا، ده اللي بيهمني انه ده ما اتبع الجنيد ولا اتبع عبد القادر الجيلاني، ده اتباع الحلاج وابن عربي الكافر صاحب الفصوص والحلاج الملحد الذين قالوا وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في الكنيسه. طيب بعد ذاك ايوه الحلاج في كتابه اسمه التواصيم، يباع في الدار السودانيه للكتب الطابق الثاني قسم اللغه العربيه بالناحيه الشرقيه، اسمه التواصيم. قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. اها قاصد شنو يلا؟ قال لك عند المسلمين حرام، اها قاصد الدرهم والدينار؟ يا ناس ما تخافوا الله، احنا والله دايرين لكم الخير. اذا انتم دايرين الخير، الشهاب ده اداك اكثر من 30 ايه من كتاب الله عز وجل واحاديث، ده الحق، ده الحق. ما دار الخير، دار تجيب شيخك، ده يوم المنى، تعرف يوم المنى؟ ويوم السعد، ومن هالسعدي؟ نحن متكفلين بايجار القاعه ولو كانت قاعه الصداقه. عرفت كلامي؟ ان شاء الله ب 50 مليون ان شاء الله نبيع بناطليننا ديل وموبايلاتنا، متكفلين بيت تب. عرفت كلامي؟ متكفلين، اسمع اسمع لسه لسه، متكفلين بتوثيق يا اخي. لك الله يا اخي ما تجوط يا اخي، سجل شنو؟ هو ده مسجل، فهمت يا خلق الله؟ ما تكورك، متكفلين ما تكورك. انا ما اقدر اتكلم معاه كلام شديد، ما تكورك يا اخي، انا اتكلم معاك الان كلام كده يعني بالراحه. طيب متكفلين بتوثيقه، متكفلين بالغدا بتاعكم ذات. اي بس ما بس انت انت جيب لي الشيخ بتاعك، الشيخ الكبير ابجاكو ما يجي عشان ننتهي من القضيه دي. فهمت كلامي انت؟ اي كلام شبهه ان شاء الله وباذن من الله جبتها لابن تيميه لابن كثير لابن الغيم، الحمد لله جوابك قاعد. فهمت كلامي؟ وتنجغم جغم من امك ولدتك ما سمعت بهم، زي ما انجغم حميده، حميده طفش طوالي مشى على الحمامات. وإذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله دراك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في حاجة تانية. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.